سنصوم هذا العام عن اللقاءات، عن المصافحات، عن جلسات الأصحاب بعد الصلاة، عن الشوارع المليئة بالأضواء، عن الحلوى التي يبيعها البسطاء، عن أصوات الأطفال التي تملأ الأحياء. سنصوم هذا العام عن الكثير من الأشياء، لكننا سنصوم في بيوتنا صيام الصابرين الشاكرين. سنحمد الله على نعمة أن نلاقي المغرب لقاء المعافين. يحزننا أننا لن نصلي في المساجد صلاة التراويح، لكن بيوتنا مساجد وكل زوايا الدار معابد. ستقام صلاة التراويح وسترفع من البيوت ملايين التسابيح، وسنصوم شاكرين رافعين أكفنا كالفوانيس. أدعيتنا هذا العام هي المصابيح. الهدى للاستثمار والتطوير العقاري تهنئكم بالشهر الفضيل.